تجربة مريرة. من هنا أخيرا يعني فكرت فرنسا بإمكان تقديم ورقة خطية، وهي بالطبع نتيجة فهمها لمطالب الفريقين ومحاولة أيضا إيجاد التصور الوسطي. مثلا عندما يتم الكلام عن وقف إطلاق النار في اللحظة المناسبة كأنه يجري محاولة لربط ذلك بالتهدئة التي ستأتي في غزة والتي يفترض أنها قريبة. وعندما يتم الكلام عن سحب قوات حزب الله لمدى 10 كيلومتر، الموضوع هو الآتي: القرار 1701 غامض بحد ذاته، هو في الأساس يتكلم عن إزالة المظاهر المسلحة. حزب الله أعطى تفسيرا لذلك بأن من هم على القرى الحدودية هم من عناصره، وهذا صحيح، ولذلك هو يعتبر أن هذا لاغي. لكن حقيقة الأمر أن هذا يفترض انتشار الجيش اللبناني وبقوة، ويفترض تحمل قوات حفظ السلام مسؤولياتها. كل هذا لم يحصل منذ 2006 حتى اليوم، وهذا التجميد أدى إلى هذا الاستئناف للنزاع. طيب، ولكن هذه الورقة صح، هذه الورقة المكتوبة من قبل فرنسا والتي تقول حضرتك بأنها تتفهم مطالب الطرفين، إلى أي مدى ستصطدم رغم هذه العبارة في الوقت المناسب، ستصطدم بتصريحات واضحة؟